واكيد زي ما كنا بنوه في البدايه انا وكريم هيكون معانا دلوقتي زميلنا العزيز احمد عويس من قطر مباشره من الاستاد تحديدا علشان ينقل لينا كل الاجواء دلوقتي عبر طبعا يعني خاصيه سكايب عشان نعرف بالظبط ايه اللي بيحصل هناك. النهارده كمان عندنا ماتشات مهمه جدا في ماتش الساعه 12. يعني عويس بونجور عليك، صباح الفل وصباح عليك انا وكريم، وحابين نسمع منك وكلنا دلوقتي الساده اكيد المتابعين يعرفوا منك الاجواء عندك، الدنيا عامله ازاي تنظيميا وتشجيعيا، مباريات المنتخبات العربية لحد دلوقتي. النهارده عندنا منتخبين هيشاركوا، خلينا نعرف منك الأجواء. وكريم برضو يعني أكيد كان عايز يصبح عليك نفس الاستفسار. نفس الاستفسار. صباح الفل عليك يعني عويس، دي الأمور المهمة. اتفضل. صباح الفل يا نهاوند، أول مرة أدخل معاكي، فصباح الفل عليكي. صباح الفل يا كريم، أنا بقالي يومين معاكي، ده التالت وإن شاء الله مع بعض البطولة كلها يا رب إن شاء الله. والحقيقة أنا حبيت أوريكم الملعب، يعني الناس مش مهم تشوف شكلي، المهم تشوف الملعب. صحيح صحيح مش زين. لا مهم تشوف الملعب والاجواء يا عويس. ميرسي يا فندم لذوقك. اتفضل يا عويس. فانا دلوقتي في ملعب لوسيل قبل ساعتين من انطلاق مباراه الارجنتين والسعوديه، نتمنى التوفيق للمنتخب العربي السعودي. اجواء لاتينيه رائعه، انا حاسس ان الجماهير الارجنتينيه احتلوا الملعب، اكتر من 40,000 موجودين بره. طبعا في اجواء كاس العالم المدرجات ما بتتمليش بدري، انا هقرب لكم شويه لانه طبعا ممنوع ان انا ادخل الملعب، فلو انتم شايفين بصوا المدرجات بتاعت الملعب باينه اهي لسه ما ملتش، فقبل المباراه بنص ساعه او بربع ساعه بتتملي. خلينا نقول اجواء كاس العالم بدات تظهر في الاجواء امبارح، اربع مباريات قويه جدا بدأت الساعة، ثلاث مباريات آسف قوية جدا بدأت بخسارة غير متوقعة للمنتخب السنغالي أمام المنتخب الهولندي على عكس سير مجريات اللقاء. والحقيقة المنتخب السنغالي كان مأدي وراء حلوة جدا، افتقاد ساديو ماني فرق جدا معاهم. صحيح. بعد كده رحنا لشماتة المصريين في كارلوس كيروش والهزيمة ب6-2 المنتخب الإنجليزي، لانه امبارح تقريبا الماتش كان بيهم مصر اكتر ما بيهم ايران، لانه كان فيه، وطبعا كارلوس كيروش قال كلام في المؤتمر الصحفي وهاجم الجماهير الايرانيه اللي كانت بتصفر على اللعيبه، والموضوع دخل في سكه سياسه وحاجات كده. طبعا بعد كده كانت مباراه ويلز وامريكا، واللي شهدت حدث تاريخي انه لاعب يسجل لمنتخب دوله وهو ابن رئيس دوله ثانيه. تيموثي وايا ابن جورج وايا رئيس ليبيريا سجل هدف في المباراه، والحقيقه ده كان حدث تاريخي. النهارده عندنا منتخبين عربيين بيشاركوا ورا بعض، السعوديه والارجنتين دلوقتي ونتمنى التوفيق، وبعد كده تونس والدنمارك. وامبارح كان الجماهير السعوديه والتونسيه طول اليوم بيتحركوا في شوارع الدوحه وماليين شوارع الدوحه وبيغنوا وبيحتفلوا، نتمنى انه الاحتفالات اللي كانت امبارح تكمل النهارده يا رب، وما نشوفش نتائج تبقى مزعجه جدا للعرب، لان المباريات النهارده صعبه على الفريقين. الدنمارك منتخب كبير، منتخب الارجنتيني منتخب كبير. طبعا انت يا نهاوند كان عندك سؤال عن ازمه التذاكر، والحقيقه ازمه التذاكر الفيفا عمل حاجه في البطوله دي انه ما فيش تذاكر ورقيه، فبيبعت التذاكر على الميل بتاع اي حد اشترى تذاكر، في ناس تبقى مسجله ميل غلط او الابلكيشن ما بيشتغلش فالتذاكر ما وصلتش، وفي ناس اصدقاء ليا امبارح التذاكر وصلت لهم بعد نهايه المباراه، يعني في صديق ليا كان عنده تذكره امريكا ويلز وصلت له الساعه 12:30 بعد نهايه المباراه. هايل هايل، كويس، بس كويس انها وصلت. يا ترى راح. طبعا ده عامل مشاكل كتير جدا في موضوع التذاكر، وامبارح قدام مركز التذاكر هبعت لك فيديو انا هوند على دي بكره، كان في حوالي 10,000 واحد واقفين قدام مركز التذاكر الرئيسي في طابور طويل جدا عشان يحلوا الازمات دي، واعتقد ان هي هتبقى مطوله لانه موضوع الابلكيشن بيعلق. انا ليه انا مشتري تذاكر حتى انا قالت ان ما وصلتش، يعني تذاكر بره حضوري كصحفي، عندي تذاكر عشان احضر كمشجع، ف الموضوع فيه مشاكل كتير. واعتقد ان هم هيرجعوا تاني لطريقه عم حسين والكشك التذاكر اللي هو ماشي التذاكر العاديه زي زمان كده، ما كنا بنشتري التذاكر من قدام معرض والله، وكانت الدنيا بتمشي بشكل سلس وبسيط، وعم حسين كشكو كان يعني عامل شغل نار. طب على فكره عايزين كمان يا احمد نسالك على نفس السؤال اللي احنا بنساله النهارده للمشاهدين والناس اللي بتتابع حلقتنا، سؤال السوشيال ميديا.
في رأيك هل تتوقع ان في منتخب من الاربع منتخبات العربية اللي مشاركة في النسخة دي من المونديال ممكن تصعد لدور ال 16؟ اعتقد صعب. كان في امل في المنتخب القطري اللي مجموعته كانت سهلة نسبيا بوجود المنتخب الاكوادوري والمنتخب السنغالي، ولكن هو خايب الامال بنتيجة ضعيفة في مباراة الافتتاح، واعتقد ان عنده مباراة صعبة تانية امام منتخب السنغال يوم الخميس. المنتخب المغربي في مهمة اعتقد ان هي صعبة جدا مع منتخبين كبار، منتخب تونس برضو فرصته صعبة، اعتقد المنتخب السعودي فرصته صعبة مع المكسيك ومع الارجنتين ومع بولندا، يعني اعتقد الفرص صعبة، ولكن نتمنى المباريات الاولى في البطولات هي اللي بتفرق، يعني الجولة الاولى دي يا اما بتدي الفرقة نفس ان هو يكمله يا اما الموضوع بيبقى محبط، يعني بيبقى صعب. الجماهير بدات، انا بحاول اقرب لكم شويه بس عشان ايه ما تبلكش. اوعى تقبض عليك يا عويس. احنا لسه عايزينك. الجماهير بدات تتوافد. لا ما انتوا عايزيني ولا عايزين ملعب؟ برضو مش قادر تنسى الاثنين. طب بمناسبة اللقطة اللي احنا شايفينها دي برضو ومناسبة الحديث عن التذاكر، كلمنا اكتر عن التنظيم حتى هذه اللحظة، في اي مشاكل اخرى غير موضوع التذاكر عبر يعني الايميل، ولا الدنيا ماشية ازاي؟ الاجواء هناك اخبارها ايه؟ المشجعين ازاي؟ التنظيم، النظافة، احنا شفنا يمكن لقطة كانت جميلة جدا، يعني جماهير اليابانيين هناك كانوا بينظفوا الاستاد وراهم، يعني حاجة والمدرجات يعني تحديدا لقطة العالم كله تحدث عنها بصراحة، زي ما بتقلك فعلا كوكب اليابان دي حقيقة. فهل في أي أجواء مختلفة برضو أو تحب أنك تقول لنا عليها يا عويس؟ هو أنت عارفة الدول الخليج خاصة الإمارات وقطر فيها أجانب أصلا، فأنت طول الوقت حتى في الأيام العادية بتلاقي أجانب من جنسيات مختلفة موجودين، وجود العديد من الجماهير الأجنبية وخاصة اللاتينية عامل اجواء مرح كبيره في الشوارع، دخول والخروج الملاعب سهل جدا جدا جدا. مجموعه من الجماهير الارجنتينيه هم معديين قدامنا داخلين الملعب، معرفش هم جايين من هنا للمكان الميديا، وطبعا معديين هم على الهواء قدامكم، الجماهير بتتوافد على الملعب. الدخول بمنتهى البساطه سلس جدا، محدش بيتعب، كل واحد عارف مكانه وعارف كرسيه. كاس عالم حقيقي، يعني كاس عالم حقيقي، واعتقد ان دوله قطر نجحت في التنظيم جدا جدا حتى الان. طبعا احنا ده اليوم الثالث، اول يوم اتلعب مباراه واحده، امبارح اتلعب ثلاث مباريات، النهارده بقى اربع مباريات. ايوه يعني 160 الف متفرج بيتحركوا في البلد بين الاربع ملاعب اللي هتلعب عليهم مباريات النهارده، فاعتقد النهارده هيبقى اختبار حقيقي للطرق وللمواصلات ان الناس تتحرك من هنا لهنا ومن هنا لهنا، اعتقد هيبقى اختبار حقيقي النهارده. وبكره ان شاء الله برضو هنقل لكم اجواء المباريات بتاعه النهارده وما يحدث غدا في المقرر مباريات الغد باذن الله. طب يعني لقطه بقى قبل ما نختم معاك، تورينا نفسك بقى يا عويس، سلم لا علينا كده. لا يا لقطه سريعه، ما تحرمناش يا عويس. طيب ماشي، انا قلت كده برضو. زميلنا العزيز جدا المتألق احمد عويس، بشكرك جدا على هذه التغطيه، وهو زي ما حضراتكم اكيد متابعين هيكون معانا لحظه بلحظه بينقل كل الاجواء الموجوده هناك وما يحدث كمان على ارض الواقع، ولو في اي مستجدات اكيد هينقلها سواء ليه 10 الصبح في الاهلي او اكيد على قناه الاهلي يعني.